قام 1500 عامل صيني خلال 9 ساعات متواصلة بإنشاء سكة حديد جديدة لمحطة قطار في مدينة لونغيان بمقاطعة فوجيان جنوبي الصين. وذكرت وكالة أنباء شينخوا أنه تم استخدام 23 حفارة لإنجاز المشروع الضخم، وتم تقسيم العمال إلى 7 وحدات لإنجاز السكة الحديدية التي امتدت 246 كيلومتراً وستربط بين جنوب شرق الصين ووسط البلاد. وستسير القطارات بسرعة 200 كيلومتر في الساعة على السكة الحديدية الجديدة.